كده يا حبايبي انا خلصت معاكم الطحينه بتاعتي زي ما انتم شايفين اهي بالشكل ده والقوام ده، وريحتها تحفه جدا جدا. جربوها وهتعجبكم. دي طحينه بالسمسم خام، احسن من اللي بتشتريها من بره، حاجه كده انت عاملاها في البيت، طعمها تحفه وريحتها جميله جدا جدا جدا. يا رب تكون الطريقه بتاعتي عجبتكم. لو الطريقه بتاعتي عجبتكم ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من اكلات ماما وشيمو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. اخباركم ايه؟ طمنوني عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة سهلة وجميلة هتعجبكم، حاجة كده اقتصادية هنعملها في البيت مع بعض. هعمل معاكم النهاردة الطحينة، طحينة بالسمسم، حاجة كده جميلة جدا وهتعجبكم جدا وموفرة، واحسن ما تشتريها من بره انتي تعمليها في البيت. ضمناها وطعمها حلو وهيعجبكم باذن الله. قبل ما نبدا نقول المكونات بتاعتنا زي ما احنا متعودين هنصلي على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وهنبدا مع بعض نقول المكونات بتاعتنا. المكونات بتاعتي سهله جدا. انا معايا هنا محضره معاكم كوبايه سمسم متحمص اهو محمر، ودي كوباية سمسم اللي هو الابيض العادة، وكوباية زيت، كوباية برضو من الزيت. الثلاث كوبايات نفس المعيار يا جماعة، يعني انتي هتعملي من كل حاجة كوباية، تمام؟ ثلاث كوبايات يكونوا نفس معيار بعض، يعني ثلاث كوبايات يكونوا قد بعض بالظبط، تمام كده. هاجي هنا معايا البولة دي، هبدأ ان انا افضي السمسم اللي هو الابيض على السمسم اللي هو المحمص بالشكل ده، وهقلب الكوبايتين على بعض، كوبايه السمسم المحمص مع كوبايه السمسم الابيض بالشكل ده زي ما انتم شايفين اهو. هنقلب الكوبايتين مع بعض، دي كوبايه سمسم محمص وكوبايه سمسم ابيض اهو يا حبايبي، قلبتهم كده زي ما انتم شايفين في البوله. هبدا ان انا اطحن السمسم، خليكم معايا عشان تشوفوا وانا بطحن السمسم ده. لو انت عندك كبه اطحني في الكبه، عايزه تطحنيه في المطحنه اللي بنطحن فيها التوابل اطحنيه في المطحنه، على حسب انت هتطحنيه في ايه، تمام. انا هطحنه معاكم دلوقتي في اللي هي المطحنه اللي هي بتاعه التوابل، هطحنه قدامكم دلوقتي وهوريكم شكله هيبقى عامل ازاي لما اطحنه علشان نبدا ان احنا نعمل الطحينه بتاعتي. خليكم معايا عشان تشوفوا. وزي ما انتم شايفين يا حبايبي بالشكل ده انا طحنت السمسم بتاعي اللي هو المحمص على الابيض بالشكل ده. بصوا بقى ناعم جدا اهو، بصوا بقى عامل ازاي ناعم خالص معايا بالشكل ده اهو، زي ما انتم شايفين معايا كده اهو، بصوا بقى ناعم جدا خالص خالص خالص. هبدا بقى ان انا اجيب الشفشق بتاع الخلاط بتاعي، وهبدا ان انا احط فيه، معلش انا اسفه، ادي الشفشق معايا، هبدا ان انا انزل في الشفشق بنص كوبايه الزيت، نص كوبايه الزيت بالشكل ده اهو، وهحط الشفشق على الخلاط كده معاكم. هبدا ان انا اضرب الزيت بتاعي لوحده، هضرب الزيت بتاعي لوحده بالشكل ده الاول لوحده، لوحده من غير ما احط عليه حاجه، ايوه من غير ما احط عليه حاجه بالشكل ده كده. هبدا ان انا اضرب الزيت بتاعي اهو، شايفين انا كده ضربت الزيت بتاعي اهو معاكم. معلش انا اسفه على صوت الخلاط، بس انا عايزاكم تفضلوا معايا خطوه بخطوه. هبدا بقى ان انا انزل عليه على نص كوبايه الزيت دي اللي انا ضربته ده بالايه، بالسمسم اهو، هبدا ان انا انزل عليه بالسمسم. خليكم معايا خطوه بخطوه كده مع بعض، هنعملها وهنخلصها مع بعض. هبدأ ان انا اخد من السمسم
بالشكل ده واحط على الزيت فين الخلاط بتاعي اهو بالشكل ده. احط الكميه بتاعتي كلها وهبدا ان انا اهو كده انا فضيت الكميه بتاعتي كلها، هبدا ان انا اضربه تاني زي ما انتم شايفين هيبقى تقيل. هبدا ان انا بقى انزل واحده واحده وانا بضرب اهو بسرسوب الزيت، وانا بضرب هضرب واحط سرسوب الزيت اهو يا حبايبي. وبكده انا ضربت معاكم السمسم مع الزيت بالشكل ده اهو، القوام بتاعه تحفه. ودي بقى الطحينه اللي هي الخام، ولا محطوط عليها دقيق ولا محطوط عليها نشا ولا محطوط عليها اي حاجه، دي طحينه خام ريحه السمسم فيها جميله جدا وهتعجبكم جدا جدا جدا. جربيها وان شاء الله هتعجبك. اهي هبدا اوريكم القوام بتاعها وانا صب وانا بصبها. انا هنا محضره معاكم برطمان كان عندي فاضي اهو، بصوا القوام بتاعها، بصوا اديني مليت بيها برطمان وباقي برضو كمان عندي شوية، يعني يعملوا حبة تاني يعني كوباية ملت لي برطمان زي ما انتم شايفين اهو. ده برطمان عسل كان عندي اهو، ده كان برطمان عسل عندي حطيت فيه، مسحه بقى كده وظبطه وزي ما انتم شايفين القوام بتاعها جميل جدا اهو. ادي القوام بتاعها اهو، وطعم السمسم فيها جميل وخطير. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. لو الطريقه بتاعتي عجبتكم ما تنسوش تعملوا الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من اكلات ماما وشيمو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبكده يا حبايبي انا خلصت معاكم الطحينه بتاعتي زي ما انتم شايفين اهي بالشكل ده والقوام ده، وريحتها تحفه جدا جدا. جربوها وهتعجبكم. دي طحينه بالسمسم خام احسن من اللي بتشتريها من بره، حاجة كده انت عاملاها في البيت طعمها تحفة وريحتها جميلة جدا جدا جدا. يا رب تكون الطريقة بتاعتي عجبتكم. لو الطريقة بتاعتي عجبتكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من اكلات ماما وشيمو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.